العزيمة بتقوى، قوة الدافع. تعينت في شركة المناصير لصناعة المنتجات الإسمنتية في نهاية شهر 8/2015، وتعينت في نفس مجال خبرتي وعملي وهو مختص في ضبط الجودة وتصميم الخلطات الإسمنتية. بلشت مسيرتي مع شركة المناصير كرئيس قسم ضبط جودة. كنت سعيد جدا اني اشتغل بشركة كبيرة، لاني بكل تأكيد راح اقدر اثبت قدرتي واطور من نفسي مع هاي الشركة. متابعة الجودة تشمل عملية الانتاج ككل، ابتداء من المواد الاولية الى المنتج النهائي وايصاله للعميل. العمل مع شركة كبيرة سمعتها على اعلى مستوى بشكل تحديات كبيرة وتوقعات كبيرة نحملها على عاتقنا كضبط جودة، وحطنا في مواجهة العديد من التحديات والمشاكل اللي لازم نعمل على حلها. من الانجازات اللي بفتخر فيها انه عملنا على تطوير المختبر في قسم ضبط الجودة، وعملنا على إضافة العديد من الفحوصات لضبط المواد الأولية وجودتها، بالإضافة أن وفرنا العديد من الفحوصات اللي ممكن تنطلب على منتجاتنا النهائية. فريق عملنا متكامل ومتعاون جداً، سواء بين الدوائر بالشركة نفسها أو بيننا وبين الشركات الشقيقة، كل هذا لإيصال الأفضل للعميل وخدمته. قدر على مواجهة التحديات والدعم اللي بحصل عليه للوصول لحلول مميزة وحصرية بعطيني شعور بالرضا والفخر. أنا جاسر غرايبة، رئيس قسم ضبط الجودة في المناصير للمنتجات الإسمنتية.